السيده كتقول لي بن طاهر فاطمه كتقول لي عندي مشكل دوالي من عملها الليزر حل وشكرا. 53 سنه اللي عنده دوالي الساقين شويه هو مشكل، كاين الليزر كاين الحل، وكاين كيديروا واحد العمليه ما عرفتش كاينه في المغرب ولا لا، يمكن كاينه كي في دوك الدوالي هذوك كيديروا زيت اللوز، كيديروا زيت اللوز باش ما يبقاوش دوك الدوالي. لذلك حذاري السيدات، كيكون هذا المشكل بزاف عند السيدات اللي كيكون عندهم الوقوف بزاف ولا ما كيديروش الحركه. علاش حنا كنوصيو بالحركه؟ باش تكون الدوره اللمفاويه كتحرك والدوره الدمويه كتحلك، باش ما يقعوش لك لي فاريس وما يقعوش لك الدوالي، لان لك عدو حتى الدوالي بداو لك في الجسم ديالك صعيب باش تحيدهم، اما بالعمليه اما بحقن، الحقن ديال زيت اللوز في الدوالي، ولكن ماشي انت اللي تحقنيه، خاص طبيب جراح مختص اللي يدير العمليه. السلام عليكم لبنى كتقول لي ممكن تقول لنا الطريقه للتخلص من الغازات؟ الطريقه الاولى للتخلص من الغازات هو خصك تعرفي شنو هي الاكلات اللي كدير لك الغازات، وباش تعرفي الاكلات اللي غدير لك الغازات غتحيدي كاع الماكله، ماشي غتحيدها كامله، غتوقفي الماكله الخضر والفواكه لان هادو فيهم غازات، وبداي تدخلي كل مره فاكهه باش تعرفي شنو هو اللي كيدير لك الغازات. وشيء طبيعي ان يكون عندك الغازات، يعني كاع الناس عندهم الغازات شيء طبيعي، هذا عادي، ولكن اللي كانوا عندك بكثره خصك تشوفي الماكله اللي كدير لك الغازات. ثاني شيء قبل قلت لكم اللي كتكونوا تفرجوا في التلفازه ولا في يوتيوب كتاكل بلا ما ترد بالك، المشكله ان من كناكلوا كنحلوا فمنا وكناكلوا كنهضروا كيدخلنا الاكسجين مع الماكله، تما كيوقع لك الانتفاخ وكيوقع لك الغازات. ثالث شيء هو اننا ما كندغوش مزيان، يعني الماكله كتخمر لنا في المعده. رابع شيء اننا كنديروا واحد الخليط ديال الماكلات، كناكل بحال دابا نعطيكم القطنيات لوبيا عدس حمص فول، وكنخلط معاهم الخبز، كندير معاهم الخبز، هادو بروتينات والياف، والخبز هو بروتينات والسكريات. انا خلطت واحد الخليط اللي ماشي صحي، دائما غيوقعوا لك غازات لو انك تاكل كل حاجه بوحدها. لا ليمونطاسيون دي سوسي، خصنا نفرق بين الماكلات، يعني ما نخلطش بزاف الماكلات، وخصني نلقى شنو هي الماكله اللي كدير لي الغازات وشنو هي الماكله اللي ما كديرش لي الغازات. ناخذ على الاقل 21 دقيقه في الاكل، اي ماكله نحترمها ونحمد الله عليها ونشكره وناكلها بوقتها وناخذ فيها الوقت، صحتك غتكون مزيانه وما نقويش الماكله، ومره مره نعطي للجسم ديالي الراحه. مادام وصلتي للغازات يعني خصك تعطي للجسم ديالك الراحه. الصيام المتقطع ولا الصيام الاسلامي اللي كيقدر عليه، اثنين ولا الخميس، اثنين والخميس خلي الذات ديالك ترتاح، خلي الجهاز الهضمي ديالك يرتاح.